بمشاركة العشرات من خبراء جزائريين وأجانب من 6 جنسيات مختلفة، ولدت صحراء كونكت أول ندوة للتواصل بين المتحمسين لاكتشاف الجزائر بشكل مختلف والنظام البيئي، رحلة انطلقت من فندق الأوراس مرورا بعدة أماكن رمزية بالجزائر العاصمة على غرار القصبة لتحط الرحال بجنات جوهرة الصحراء الكبرى. بيان سور يروح يشوفوا الطاسيلي، ديجا اولا يشوفوا القصبه في الجزائر، اما تلقاش قد القصبه، القصبه نورمالمون الناس من الخارج لو كان يجيو على بالهم بها لو كان الجزائر يتولي لا بروميير ديستيناسيون في الباسا ميديتيرانيا. بعد القصبه يروحوا لجانيت، وفي جانيت يروحوا للطاسيلي، الطاسيلي وحده قد فرنسا. من بعد في الطاسيلي يروحوا لاسانديلان، دي بلاص كي سون اكستراوردينير، ان ديزير دو سابل روج، رمال احمر، رمال احمر. اتشيري باش الناس يشوفوا حنا انا دي كوميونيتي، عندنا دي كوميونيتي يشوفونا من الخارج كيفاش سي كوميونيتي لا. عندنا تقريبا 6 ناسيوناليتي، كون معنا دي لوكسمبورجوا، دي بلج، دي فرونسي، كيفاش نوروا الجمائل كما نقولوا باللي بلادنا جميله بزاف وكان كل شيء هنا. بالمزج بين العمل والمتعة تسعى صحراء كونكت للترويج للسياحة الجزائرية وإبراز مقوماتها من خلال ندوات وورشات عمل حول الذهنية وريادة الأعمال وكذا الذكاء الاصطناعي. شو احنا بغينا نديرو حاجة عندنا في الجزائر في ألجي في لوغاسي وثاني في الصحراء تاع جانات. وعلاش؟ كي نكونوا في الصحراء تاع جانات ما يبقى لا تليفون لا تلفزيون، ونجمو نعذرو مع قلوبنا، ما يكون عندنا لا باغيير لا اوبستاكل، باش كل واحد لا يكون عنده حاجة يبغي ان اوبستاكل باش يبغي لو ريزو كما نقولوا، ينجم يعذر بلا ما يكون بيرتوربي مع لي تليفون لي ميل وكامل هذا الشيء. عليها بغينا نديروه في الجزائر ثاني في الحسيمة وثاني في الصحراء. في الصباح يكون عندهم دي كونفيرونس سور 3 تيماتيك: الذكاء الاصطناعي، الانتيليجنس ارتيفيسيال، لونتربرونيا، والمايند سيت. المايند سيت عباره عن كيفاش تسير لي بروجي تاعك. سي لو مومون نديرو الجزائر دون اون دي ديستيناسيون لي بلوز اكستراوردينير دو باسان ميديتيرانيان لانها نستاهلوها. هم يقولوا عندنا 35% تاع اللي عمرهم 15 سنه حتى ل 35 سنه اللي ما عندهمش خدمه. خذوا لو كان نجيبوا سواح الاجانب وكل يوليو يخدموا. زيد قول لي انت اللي نعرفهم شومور في عين المال اللي كبرت معاهم. زيد قول لي انت ماهمش حابين يخدموا في التوريزم هما. اي ماذا بهم توريزم لو كان يجيو لهنا؟ ماذا بهم هما ثاني يروحوا حتى لتيميمون افيك دي توريست ويقصروا معاهم ويكونوا فرحانين وينعتوا لهم التراث الجزائري. صحراء كونكت استراتيجية فريدة للترويج للسياحة الصحراوية والرغبة في إبراز الجزائر من خلال مواهبها المتعددة واكتشاف ثقافتها وود شعبها ومناطقها التي تزخر بمقومات تؤهلها لأن تكون قبلة سياحية بامتياز، ما سينعش الخزينة العمومية.